صباح الخير يا دكاترة، معاكم النهاردة دكتورة ولاء عثمان مدرس الفارماكولوجي. النهاردة هناخد السكشن السادس اللي هو بيشرح ازاي لو جالك في الامتحان اسئلة على الانون في الهارت تعرف تطلع الانون ده ستيميلانت ولا انهيبيتوري وانهي انون بالظبط. تاني بفكرك السكيما بتاعت سواء في الهارت او في الانتستين بتاعت ايه اللي بيعمل ستيميليشن وايه اللي بيعمل انهيبيشن مهمة، وانك انت تبقى عارف بلوكرز كل اجونست هو ايه. الانون بيعملوا ستيميليشن في الهارت ثلاثة، يشتغل على البيتا 1 اجونست، يشتغل على الهستامين 2 ريسبتور، يبقى بيعمل دايركت ستيميليشن. اللي بيعمل انهيبيشن يعني بيشغل الجانجليا خلاص عشان الباراسمباتيك يشتغل خلاص، يا تروح تشغل الباراسمباتيك مباشره بانك انت تشتغل على الام 2 ريسبتور، يا تعمل انهيبيشن للقلب برضو بطريقه دايركت. تعالوا نشوف الاكسرسايز الاولاني. هو بيقول ان الانون ده انا مستخدمه، بيقول لك هو في راس السؤال بيقول هو شغال هارت ولا شغال انتستين عشان انت تظبط امورك وتعرف ايه على جنب الاجونست وايه الانتاجونست. طيب امشي معايا الكيرف، لازم تفهمه الاول قبل ما تبتدي تحل. هنا الهارت كان ماشي نورمال، حطيت الانون عمل ستيميليشن، يبقى انا دماغي رايحه في انه يا بيتا 1 يا اتش 2 يا دايركت. طيب هجرب، جرب هو فعلا الادرينالين عشان يشتغل على البيتا 1 ريسبتور يشوفها شغاله ولا لا، لقاها بتشتغل عادي. حط بلوكر اسمه البروبرانولول بيقفل البيتا 1 ريسبتور، وجرب الادرينالين تاني لقى ما بيشتغلش. ليه؟ لان انا كده قافل الريسبتور متاكده انه مقفول. حط الانون لقى لسه شغال. هل تقدر تقول دلوقتي الانون ده ايه؟ انا كده استبعد تماما ان الانون ده يبقى بيتا 1 اجونست. ليه؟ لانه لسه عارف يشتغل بعد ما قفلت الريسبتور بالبروبرانولول واتاكدت انه مقفول بعد ما حطيت ادرينالين. تمام؟ يبقى انا كده خلاص دماغي عرفت ان ده مش بيتا 1 اجونست، قد يكون بقى هيستامين او قد يكون دايركت. تعالوا نجاوب الاسئله. هو بيقول لك الانون ده ايه؟ ستيميلانت ولا انهبيتور؟ طبعا باين من الرسمه ان هو ستيميلانت. كود ذا دراج بي دوبيوتامين، هو ايه الدوبيوتامين؟ الدوبيوتامين ده بيتا 1 اجونست. فهو بيقول لي هو ممكن يبقى دوبيوتامين؟ هقول له طبعا لا. ليه؟ لانه الانون لسه عارف يشتغل بعد ما قفلت الريسبتور بتاع البيتا 1 بالبروبرانول وهو ما زال عارف يشتغل. طالما الانون عارف يشتغل بعد ما اقفل الريسبتور اللي بيسالني عليه يبقى هو كده مش انون، مش بالانون ده. كود ذا دراج بي اسيتيل كولين، هو ممكن الدواء ده اللي هو الانون ده يبقى اسيتيل كولين؟ اكيد لا. ليه؟ لان الاسيتيل كولين ده بيشغل الباراسمباتيك، والباراسمباتيك اساسا بيعمل في القلب انهيبيشن، فمش هيبقى منظر الكيرف اساسا في استيميليشن، هيبقى منظر الكيرف ان هو الكيرف نازل لتحت. يبقى ده اسيتيل كولين؟ لا طبعا، لانه ده كاردياك اللي جاي لي في الكيرف ستيميلانت مش انهيبيشن. ليه لا؟ بقول اهو عشان الاسيتيل كولين بيشتغل على الماسكارينيك، والماسكارينيك بيعمل انهيبيشن على القلب مش استيميليشن. طب اذكر تو بوسيبيليتي، طالما انت قلت خلاص هو مش دواء شغال على البيتا 1 ممكن يكون ايه تو بوسيبيليتي الانون دول بيعملهم؟ انا قلت لك يا اما دواء شغال على الهستامين ريسبتور، يا اما بيشتغل بطريقه مباشره زي الشاي والقهوه والكافيين والحاجات دي بتعمل دايركت ستيميليشن. هاو كان يو ديفرنشيت ما بين الاختيارين دول؟ ان هو ما يا انت قلت خلاص يا هو يا هستامين يا دايركت، اميز ما بينهم ازاي؟ ميز ما بينهم بالبلوكر بتاع الهستامين. جرب تستخدم البلوكر بتاع الهستامين اللي كان اسمه السايميتيدين في حاله القلب وشوف لو الافكت اختفى يبقى ده هستامين، لو الافكت بتاع الاستيميليشن لسه شغال يبقى ده دايركت افكت. خلاص يبقى احنا هنجرب نستخدم البلوكر اللي اسمه السايميتيدين ونشوف لسه الانون عارف يشتغل ولا لا. لسه عارف يعمل استيميليشن يبقى ده دايركت، بطل الاستيميليشن يبقى ده كان هستامين. طيب الاكسرسايز نمبر 2 امشي افهمه الاول قبل لما تبتدي تحل. الانون اهو ده النورمال اهو، هو دايما لازم يديك حته نورمال في الاول، ده النورمال. الانون عمل انهيبيشن، يبقى انا دماغي تروح ناحيه انه يا جانجليون ستيمولانت يا ماسكارينك على الام 2 يا دايركت. طب حطيه بسيبه يرجع تاني حته نورمال، واحط نيكوتين سمول دوز عمل انهيبيشن ده متوقع في القلب. طب بسيبه يرجع تاني نورمال تاني واحط اسيتيل كولين برده عمل انهيبيشن. ليه هنا عمل انهيبيشن؟ عشان اشتغل على النيكوتينيك ريسبتور في الجانجليا بتاعت البارا سمباثاتيك اللي هي موجوده في القلب. طب وليه هنا عمل انهيبيشن؟ عشان اشتغل على الماسكارينيك ام 2 ريسبتور. طيب سبته يرجع للنورمال شويه وحطيت اتروبين عشان اقفل الماسكارينيك ريسبتور. تمام؟ رجعت اجرب نيكوتين سمول دوز ما اشتغلش، رجعت اجرب اسيتيل كولين ما اشتغلش. ليه؟ خلينا بس الاول نفهم الحتتين دول. ليه لما حطيت نيكوتين سمول دوز تاني ما اشتغلش؟ لان انا قفلت باتروبين، الاتروبين هو نهايه مسار البارا سمباثيك. يعني سواء انا شغلت البارا سمباثيك بان انا شغلت الجانجليا
او رحت شغلته مباشره بان انا شغلت الام 2، في النهايه الاثنين دول هيتقفلوا باستخدام الاتروبين. فسواء جربت اشغل الجانجليا تاني او اجرب اشغل الماسكارينيك على طول، الاتروبين اقفل لهم مفعول لهم. حط الانون ما اشتغلش، يبقى الانون ده ايه؟ الانون ده يا اما حاجه كانت شغاله بالجانجليا يا اما حاجه شغاله على الماسكارينيك، مش هعرف اميز دلوقتي. بيسالك ذا انون كود بي ايه؟ ممكن يبقى نيكوتينيك اجونست وممكن يبقى ماسكارينيك. خلاص، طب ازاي هاو تو كونفيرم الانون؟ ازاي تعرف ان هو ده ولا ده؟ جرب تستخدم حاجه تقفل الجانجليا مخصوص، لو المفعول ضاع بعد قفله الجانجليا بالذات يبقى ده كان جانجليون اجونست اللي هو نيكوتينيك اجونست، لو المفعول كان استمر يشتغل ويعمل انهبيشن يبقى ده كان الماسكارينيك. خلاص، يبقى احنا هندفرنشيت ما بينهم باستخدام البلوكر السبيسيفيك للنيكوتين. طيب بيقول لك اكسبلين ليه الاتروبين عرف يبوظ مفعول النيكوتين سمول دوز ومفعول الاستركولين الانهبيتوري على القلب؟ قلتها لان سواء الجانجليا اشتغلت وشغلتها بالنيكوتين سمول دوز ومشي المسار وطلع في النهايه استركولين، او رحت مباشره شغلت الاستركولين على الريسبتور، الاثنين مفعولهم في نهايه المطاف هيتقفل بالاتروبين. تمام؟ اكسرسايز 3، الانون عمل استيميليشن، دي الحته النورمال وهنا الاستيميليشن، الادرينالين برضو سبته يرجع للنورمال، عمل استيميليشن، قفلت بالبيتا بلوكر بروبرانولول، جيت اجرب الادرينالين تاني ما اشتغلش. ليه؟ عشان اتقفل كويس خلاص الريسبتور. حطيت الانون ما اشتغلش هو كمان، يبقى كده الانون ايه؟ حاجه اشتغلت على الريسبتور اللي البروبرانولول قفله لها ده اللي هو البيتا 1 ريسبتور. وات از ذا سايت اوف ذا اكشن اوف ذا انون؟ قصده انهي ريسبتور اشتغل عليه يعني؟ اقول له اشتغل على البيتا 1 ريسبتور في القلب. وات از ذا تايب اوف ذا انتاجونيزم؟ هنا نوعيه من الانتاجونيزم ايه؟ هو ريسبتور واحد واثنين عمالين يتخانقوا عليه، الادرينالين والبروبرانولول، يبقى ده كده فارماكولوجيكال انتاجونيزم بطريقه الكومبيتيشن. طب اديني ثلاثة اكزامبل للحاجة اللي ممكن تشتغل على البيتا 1، في كتير، ممكن نقول الادرينالين، ممكن نقول الدوبامين، ممكن نقول الدوبيوتامين، ممكن نقول ايزوبرينالين، كلهم حاجات تنفع طالما بتشتغل على البيتا 1 ريسبتور. طيب هنا الاكسرسايز نمبر 4 مختلف شوية، ليه؟ لان هو حط دي الحتة النورمال، حط ادرينالين عمل استيميليشن، يبقى انا دماغي في ناحية الاستيميليشن، يا بيتا 1 يا هيستامين يا دايركت. حطيت انون انا مش عارفه هو ايه، وجيت احط الادرينالين تاني ما اشتغلش، ايه الانون دوت؟ الانون ده المره دي هنا بقى بيسالك على البلوكر، تمام؟ اللي هو البروبرانولول. الانون ده كان هو البلوكر اللي قفل الادرينالين الافكت بتاعه، عشان كده ما عرفش يشتغل تاني. فبيسالك وات از ذا سايت اوف ذا اكشن اوف ذا انون؟ هو اشتغل برده على البيتا 1 ريسبتور الموجوده طبعا في القلب. منشن ثلاثة اكزامبل الانون، لما تاخدوا ان شاء الله موديول الكارديو فاسكولار تعرفوا اسماء كتيرة جدا للبيتا بلوكر. ممكن مثلا او كلهم بينتهوا مقطع لول، يعني اتينولول، بروبرانولول، بيسوبرولول، اي حاجة منهم هتنفع تبقى اكزامبل للانون دوت. اذكر ثلاث استخدامات للانون، احفظوها دلوقتي لغاية لما ان شاء الله ناخد موديول الكارديو فاسكولار. البيتا بتشغل، بيتا 1 بتشغل كل خصائص القلب، وبتزود الهارت ريت وبتزود ضربات القلب، فبنستخدمهم في علاج ثلاث امراض مشهورين. لو في لخبطه في ضربات القلب وضربات القلب زايده او ملخبطه ممكن نستخدم البيتا بلوكر في علاجهم. لو العينين عندهم ضغط عالي ممكن نستخدم لهم البيتا بلوكر في علاج الضغط. ولو عندهم حاجه اسمها الانجينا بيكتورس اللي هي الذبحه الصدريه برده بتبقى سببها ان شغل القلب كتير بالنسبه للدم اللي واصل له، فبنحاول نريح العيان بان نقلل شغل القلب شويه باستخدام البيتا بلوكر. يبقى دول ثلاث استخدامات للبيتا بلوكر. شكرا يا دكاتره.